ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. شوفوا التمثيل ديال الزوجة الغدارة في برنامج مختفون. تداولت العديد من الصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للسيدة التي قتلت زوجها ودفنته في قلب منزلها ثم ادعت أنه خرج من المنزل ولم يعد. والمريب في الأمر هو لجوء السيدة لبرنامج مختفون الذي يبث على القناة الثانية دوزام، حيث قامت بتمثيل دور الزوجة المكلومة بكل إتقان وكانت تذرف الدموع عليه رغم أنها هي التي قتلته وأخفت معالم الجريمة. وجدير بالذكر أن مدينة مارتيل عاشت بعد الزوال أمس الخميس استنفارا أمنيا كبيرا بعد العثور على رفة شخص مدفون داخل مرآب منزل بأحد الأحياء الشعبية، حيث كشفت الأبحاث الأمنية الأولية أن الأمر يتعلق بجريمة قتل وقعت قبل 11 عاما، فيما أفاد بلاغ لولاية أمن تطوان بأن مصالح الأمن قامت بتوقيف سيدة وشقيقها للاشتباه في تورطهما في ارتكاب جريمة قتل العمد في حق الزوج وإخفاء معالم الجريمة التي تعود إلى سنة 2012. وبحسب المعلومة الأولية للبحث فإنه يشتبه في تورط السيدة الموقوفة في قتل زوجها في سنة 2012 بمشاركة شقيقها، وذلك قبل أن تعمد لدفنه داخل مرآب المنزل وتتقدم ببحث لفائدة العائلة بدعوى أن الضحية اختفى في ظروف مجهولة في محاولة لتضليل مسارات البحث وطمس معالم الجريمة. مرجع الله يرحم الوالدين اللي شافوا ولا جاب عليه خبر في شي بلاصه، يعني التوزيم ولا الرقم اللي على الشاشه. ولا كنت كتشوفني راه ولادك توحشوك والوالدين ديالك وحنا كلشي. 33 عام باش تزوجنا انا وياه وعندنا 3 د الوليدات. المهم مشاكل ما عندناش مع الناس ولا شي حاجه، ما عندنا حتى شي حاجه مع شي واحد، ولا حول الله ما عرفناش شنو نزل علينا شنو صار علينا باش خرج راجلي ما رجعش. داك النهار فاش جا مورا واحد السيد بالطوموبيل وصونا جاونا قال لي كاين راجلي قتلو، كاين قال لي كلموه كلمتو له وهبط عندو. هبط عندو، منين هبط عندو ركب معاه في الطوموبيل مشى ما ولاش رجع. كي كتحسوا في المناسبات في الاعياد والاخرى ما عليناش حنا العيد، حنا ما نمشى راجلي لي وبعد ولادي ما عليناش العيد والو، ما علينا العيد ولادي عم مشوقين لباها محبني مشاو وصافي ما بقيناش ضلنت علينا الدنيا. وحنا الله اللي عالم بينا الغيبه ديالو جاتنا قاصحه بزاف. ملي مشاو وانا مرات بالقلب طانسيون ما كنوليش من السبيطارات، ما كنوليش من السبيطارات وهادي كثر ما هادك في القرايه ديالها والو ما كتقراش والمدرسه كتمشي ليها بالدراع وكتقول لك خصها باها توحشاتو بزاف. الرجل ديالي منين غاب وانا كنعاني يعني بزاف الحاجات، راه في المسؤوليه ديال الظروف ديال الدار دولادي راه فيا اب فيا ام الام فيا كلشي، وانا كان ما عارفاش الرجل ديالي شنو صار به. كنترجع لله الا كان كي يشوف ولا شي حاجه ولادو توحشوه، احنا توحشناه وخلى بلاصتو كبيره بزاف ما قادرينش نزيدو نصبروا عليه، راه متوحشنا بزاف وتوحشوا ولادو والعائله ديالو وكاملين ما علينا لا عيد ولا مسم ولا حتى شي حاجه. حنا ظروفنا كنقاسيوها كنعاني من الجهه ديالو اللي ما كاينش خلى علينا الدنيا خاويه، لنا ما هو ليل ونهارنا ما هو نهار. شلا ما تغيب يعني الاخ ديالي راه كيعرفها بالنسبه للمصايف مثلا، يعني كتهز الهم مرتو ولادو يعني كيفاش غيعيشوا بعد ما فقدوا المعيل ديالهم وداكشي، يعني هذا بالاضافه كيبقى العائله ديالو يعني الوالد ديالو الوالدة خوتو يعني مشوشين كل مره كيقول لك واش راه قتلوها، كل واحد يعني الافكار اللي كتجي للعقل ديالو. انا ملي كنكون في الزنقه كنشوف العيال كيوصلوهم با ديالهم وانا ملي كيوصلني حتى واحد كنمشي بوحدي كيبقى فيا الحال بزاف. كان كيديك للمدرسه؟ كان كيدي دائما بس وحشتو بزاف وكنتمنى نسمعو عليه شي خبر مزيان ان شاء الله.
صديق، فقدت المعيل ديالنا للأسرة، فقدت اللي كنشكيلو الهموم ديالي، اللي كنشكيلو الأحزان ديالي، كلشي. كنا كنمشيو أنا وياه للخدمة، يعني هو اللي كان هو اللي علمني الصنعة، هو اللي كنت باغي نخرج من القراية قال لي ما تخرجشي وكدا. يعني كنهز علينا، كنهز واحد الهم كبير من الجهة ديالنا، هزيت المسؤولية أنا باقي صغير. يعني حتى كبرت مشالي الوالد ديالي، يعني باقي ما شبعتش منه، حتى الأسباب غامضين، ما كاينينش الأسباب. جا واحد السيد مشى معاه، يعني بنادم ما كيتصوراش العقل، كديرها في بالك ما كتجيك حتى من شي ناحية. المجال ديالهم ضمن النظافه فهما كانوا كيكونوا حاضرين، وكذلك كل التحيه والتقدير لرجال الامن على المجهودات ديالهم الجباره اللي كيقوموا بها، سواء هنا بمفوضيه امن مرتيل او ولايه امن تطوان وباقي تراب المملكه. فبرافو لرجال الحموشي اللي استطاعوا انهم يفكوا خيوط هذه الجريمه اللي ظلت 12 سنه، وهي يعني اعتقدت الزوجه بانها كما قلنا متابعينا انها من خلال الوضع ديال الصور ديال الزوج ديالها في برنامج مختلف فهي غادي تضلل العداله، ولكن الحمد لله فمتابعينا الكرام الروح عزيزه عند الله عز وجل. للإشارة متابعينا الكرام، فقبل لحظات يعني وصلتنا بعض المعلومات، فالزوج فهو قيد حياته، فهو كان صباغ طبيعة الحال، فكان راجل درويش داخل سوق راسه، ولكن احنا ما عارفينش شنو الحقيقة ديال النزاع اللي نشب ما بين الزوجة والزوجة، ما بين الزوج والزوجة، واللي أدى لهذا الجريمة البشعة اللي اهتزت فيها مدينة مرتيل طبيعة الحال. فالأغلبية ديال الجرائم اللي كتوقع ما بين الزوجين فكتكون إما مشاكل عائلية، كتلقى على الورث، على الفلوس، على الخيانة، على أن الراجل كيفكر أنه يتزوج. هذه الأغلب ديال المشاكل اللي كتنشب ما بين الزوج والزوجة، أو الغيرة طبيعة الحال. فما نساوش بأن الشك والغيرة فهو كيأدي متابعينا الكرام الجرائم اللي هي بشعة جدا، وكذلك الخيانة الزوجية، وكذلك متابعينا الكرام هذه الوسائل ديال التواصل الاجتماعي، هذا الواتساب والفيسبوك وهذا الانستغرام، حتى هما بداوا الان يعني كيأثروا بشكل كبير باش انها توقع مشاكل. وكذلك ما نساوش متابعينا الكرام يعني الغلاء ديال الاسعار والفقر والهشاشه، يعني الظروف الاجتماعيه المزريه حتى هي كيكون عندها دور كبير متابعينا الكرام في مثل هذه الجرائم اللي كتوقع ما بين